المخرج الكبير استاذ خالد يوسف، اخبار الانتخابات ايه الاول؟ تمام زي الفل. انت كفر شكر مش كده؟ مظبوط. فردي ولا قايمه؟ لا فردي. طيب بتمنى لك كل التوفيق. اولا رايك ايه في وزير الثقافه الجديد؟ وزير الثقافه جاي باختيار شعبي غير ثقه كمان الرئيس ورئيس الحكومه، جاي باختيار كل القامات الثقافيه والفنيه في مصر. يعني ده تقريبا اول وزير صح. يجي باختيار شعبي واختيار كمان رأس السلطة، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، مختارينه صحيح، لكن المثقفين كمان مختارينه، لأن احنا كنا مقدمين اسم دكتور حلمي نمنم للسيد رئيس الوزراء السابق إبراهيم نحلب لما التقينا بيه ومطالبين بإقالة وزير الثقافة السابق، كان هو على رأس القائمة الثلاث أسماء اللي احنا تقدمنا بيهم لإبراهيم بيه محلب. يمكن من المهتمين بالشأن العام يبقى حلمي نمنم واحد من قليلين قوي في كل الوزراء الجدد او حتى كل وزراء الحكومه المهتم بالشأن العام الحقيقه. الدكتور حلمي نمنم كمان له اسهام كبير كمان في التصدي للتيارات الظلاميه وللفكر الظلامي، واحد من يعني قاده التنوير في مصر، واحنا مستبشرين خير بيه. يعني احنا لما بيبقى عندنا وزير كويس بنقول اهو، عشان ما حدش أيوة. كل حاجه تقول وحش فاحش. لما كان عندنا وزير وحش قلنا وحش، او يعني بلاش كلمه وحش، لاني مش قصدي طبعا اسيء لحد، لكن لما ما وافقناش وزير معين احنا قلنا ارائنا سلبيه في كذا وكذا وكذا. لا وانا عارفه ان كان في عدد من الاقتراحات وانتوا رفضتوها كمجموعه مثقفه بشكل يعني حاسم. والله انا السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه كان عندهم الثلاث اسماء اللي احنا اقترحناهم في اجتماعنا مع السيد ابراهيم محلب، وصلنا لهم الثلاث اسماء دول في التشكيل الوزاري الجديد، ووعدونا خيرا، واحنا طبعا واثقين تماما ان السيد رئيس الوزراء والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني لما تبقى كل قامات مصر الثقافيه مختاره ثلاث اسماء وبتقول ان ده اللي ممكن يرقص المنظومه الثقافيه في مصر ويدير العمل الثقافي، اعتقد ان هو يعني بيثق فينا كمان الرئيس والرئيس الوزراء يعني. طبعا. فالحمد لله استجاب الرئيس لرغبتنا. يعني حلمي نمنم دلوقتي جاي يا جماعه زي ما بقول لك، اختيار الرئيس صحيح واختيار رئيس الوزراء، ولكنه عنده تأييد شعبي وتأييد أوساط الأوساط الثقافية بشكل كبير جدا. نعم، وأنا بحييك أستاذ خالد يوسف المخرج الكبير، وأتمنى لك التوفيق طبعا في الانتخابات القادمة.